بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتنا التعليمية نفهم نتعلم ببساطة، أهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد من موضوعاتنا التعليمية. وموضوع اليوم هو موضوع على جانب كبير جدا من الأهمية، وهو بعنوان ما هو التعلم. سنتعرف من خلال درس اليوم على معنى التعلم، وسنفرق بين التعلم والتعليم والتدريس. وفي البداية سنتحدث عن معنى التعلم. التعلم يعرف بأنه تغيير وتعديل في السلوك ثابت نسبيا وناتج عن التدريب، حيث يتعرض المتعلم في التعلم إلى معلومات أو مهارات، ومن ثم يتغير سلوكه أو يتعدل بتأثير ما تعرض له. فغالبا ما يكون هناك مجموعة من المعارف والمهارات تقدم للمتعلم، فيكون التعلم عن طريق بذل ذلك المتعلم جهدا يحاول من خلاله تعلم تلك المعارف أو المهارات، ومن ثم اكتسابها وللتحقق من معرفته لها عن طريق معرفة الفرق بين حالة الابتداء في الموقف وحالة الانتهاء منه. فإذا زاد هذا الفرق في الأداء ضمن لنا ذلك حصول التعلم. أما التعليم فيعرف بأنه العملية المنظمة التي يمارسها المعلم بهدف نقل ما في ذهنه من معلومات ومعارف إلى المتعلمين، وهم الطلاب الذين هم بحاجة إلى تلك المعارف والمعلومات. ويتحكم في درجة تحقق حصول الطلاب على تلك المعارف والمعلومات المعلم وما يمتلكه من خبرات في هذا المجال. أما العنصر الثالث فهو التدريس، ويعرف التدريس بأنه عملية تفاعلية من العلاقات والبيئة لاستجابة المتعلم وهو الطالب، حيث تمثل هذه الاستجابة أهمية جزئية لتحقيق التعلم، وهي التي يتم الحكم عليها في التحليل النهائي من خلال نتائج التدريس، وهو ما يعرف بتعلم المتعلم. ففي التدريس يتم تشكيل بيئة المتعلم بصورة تمكنه من تعلم ممارسة سلوك محدد أو الاشتراك فيه وفق شروط محددة أو كاستجابة لظروف محددة، وهذا يعني مجموعة المتطلبات التي ينبغي توافرها في موقف التعلم لكي يحدث التعلم المنشود. ومن هنا نفهم أن التدريس بمثابة النشاط التواصلي بين الطالب والمدرس بهدف تحصيل خبرات معرفية واتجاهات وقيم وعادات، ويتم ذلك في سياق سلسلة من المواقف والظروف والأحداث التي تشترطها عملية التدريس. ويكون محتوى التواصل في هذه العملية بين المدرس والطالب مجموعة من الأسئلة تتمثل فيما يأتي: أولا، ماذا يدرس؟ ثانيا، كيف يدرس؟ وثالثا، متى يدرس؟ ومن خلال ما ذكرنا عن التعلم والتعليم والتدريس نلاحظ التالي: الطالب دوره في التعلم أنه مبادر إضافة إلى التصميم وتنظيم المعارف، ودوره في التعليم أنه متلق مستمع متمثل لما يسمع مردد له كالببغاء. أما دوره في التدريس فإنه يتم تدريبه على ممارسة عمليات الانتباه والتذكر والتفكير والتنظيم والاستيعاب. أما بالنسبة للمعلم فدوره في التعلم أنه منسق ومنظم ومتابع للتحقق من تحقيق التعلم. أما دور المعلم في التعليم فإنه ملقن إيجابي يتحدث طوال الحصة ملما بالمعرفة وخبيرا بها. وبالنسبة لدور المعلم في التدريس فإنه منظم للخبرات والمواقف والأحداث، ومعد للمهام التي سيتفاعل معها الطلبة، ومستثير لدوافعهم. وخلاصة القول، نستطيع أن نقول أن التعلم هو ذلك التغير شبه الدائم في الأداء الذي ينتج استجابة لمثير أو موقف، أي يحدث تحت تأثير الخبرة أو الممارسة أو التدريب أو التمرين. أما التعليم فهو عملية التعلم بالإضافة إلى عنصرين هما: تجديد السلوك الذي يجب تعلمه والتحكم في شروط التعلم. ويمكن أن يكون التعلم ذاتيا، أي متعلم مع نفسه، أو من خلال معلم، أي عن طريق التوجيه، أو من خلال خبرة، عن طريق موقف يجربه الفرد ويتأثر به داخليا. وقد تكون خبرة مقصودة منظمة أو خبرة غير مقصودة. أما التدريس فهو عملية التعليم
الموجهة والمنظمة، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والتفاعلات التي تحدث بين عناصر ومكونات الموقف التعليمي بهدف إحداث التعلم. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من دورتنا التعليمية تعلم كيف تتعلم على موقع نفهم نتعلم ببساطة برعاية ريكسونا.